اتعرفت على لولا دي عن طريق ناس زبونة بتجيني في المحل، تعرضت لحادث مرض؟ فعرضت عليا بقى شغل ومناقصات وكده، نصبت عليا انا واسرتي واخواتي، واتضح انها نصب على ناس تانية غيرنا كتير برضو من المنطقة، وعليها احكام قديمة عشان كده هربانة. دي اصلا نصابة اسمها لولا حسن عبد العظيم سليمان من الوراق من شارع 10، وكان لها مستودع انابيب حضرتك في الوراق في شارع 10 بتاع جوزها، ابو ولادها وتوفى ده، فاصبح جوزها دلوقتي حاليا سيد فرج عبد الحافظ، ده جوزها عرفي نصبوا علينا هي وهو وواحد محامي كبير اسمه حمدان محمود ابو الخير، حمدان السيد محمود ابو الخير، ده اتضح ان هو جارنا، احنا ما كناش نعرفه اصلا غير عن طريق لولا. عرضوا علينا مناقصات وشغل في الانابيب احنا واسر تانية كتير غيرنا، ومعايا احكام مختلفة من ناس تانية غيرنا كتير واحكام نهائية. فحضرتك ما كناش نعرف يعني ايه عقار، يعني ايه مباني، بيبنوا عمارة، اتاريهم بيجمعوا مننا مبالغ باسم مناقصات، طلعت انها مناقصات وهمية، وسيد فرج وحمدان بيصدروا لولا لينا انها تمضي لنا ايصالات الامانة، على اساس ان لما حددت لنا امتى هنقبض الارباح هربوها. وبدأنا نتصل، بداية معرفنا حضرتك النصب بتاعها علينا بقينا نتصل بيها تليفونها مغلق، كانت تقول لنا دي أرباح باهظة، يعني أرباح جامدة قوية، خلتني أنا عن نفسي قفلت محل